الزمان 27 من شباط، المكان شمال العاصمة كييف. الحدث: الجيش الأوكراني يستخدم مدرعات تحتوي على لوحة تحكم باللغة العربية، فما أصل الحكاية؟ في خضم الحرب الطاحنة بين أوكرانيا وروسيا على أسوار كييف، توقف مدونون عند صور التقطت من داخل إحدى المدرعات، وتظهر وجود كلمات عربية على لوحة التحكم، ليتبين أن تلك المدرعات كان من المقرر تصديرها إلى العراق، غير أن فساداً واختلافاً في المواصفات حال دون اكتمال الصفقة. فماذا بعد؟ في عام 2009 وقع العراق عقداً مع أوكرانيا بقيمة تصل لنصف مليار دولار لشراء 430 مدرعة من نوع PTR-4 المجهزة بمدفع عيار 30 ملم وصاروخ على غرار الكورنيت، غير أن الشركة المصنعة لم تسلم سوى 88 مدرعة. أعاد العراق في عام 2014 42 مدرعة منها بسبب وجود عيوب كبيرة فيها، فبعضها كانت لا تعمل بالكامل وأخرى تحتوي على عيوب في المناظير وأجهزة الرؤية البانورامية. وبعد شد وجذب وصراع على العقد، احتجزت الأموال في مصرف TBI، وجرت عدة محاولات لاستبدال تلك المدرعات بطائرات دون جدوى لتمسي الصفقة، واحدة من أكثر صفقات التسليح فشلاً وفساداً وهدراً في المال العام.